صور خطيرة لسد النهضة الإثيوبي تحرك مصر، وبيان عاجل من الرئيس السيسي ننشر لحضركم التفاصيل. ومصر تحاسب إثيوبيا الآن بسبب سد النهضة، وعاجل الرئيس السيسي يعد المصريين بمفاجأة، وعاوز حق عمرو أديب ينفعل على الهواء ضد محمد رمضان ويهدد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا وطنيين وقدها. تعالوا نبدأ بتفاصيل أو الخبر معانا، وبيان عاجل من الرئيس السيسي ننشر لحضركم التفاصيل. الرئيس السيسي أكد إن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر، نافيا حبس أي شخص في مصر بسبب آرائه السياسية. الرئيس السيسي قال في حديث لصحيفة دي فيلت الألمانية إن النقد مسموح به للجميع، لكن يجب أن يكون نقدا بناء وليس تحريضا، وشدد على أن الاستقرار مهم للغاية خاصة في بلد مثل مصر يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة ويشكل الشباب أكثر من 60% منه. وأضاف نريد دولة دستورية، لكن التحريض على الانقلاب أمر خطير وغير مقبول. وتابع وقال الأمن لا يجب أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعاني من أوضاع صعبة مثل وضعنا. وقال موجها حديثه للصحيفة التي تجري معه الحوار: لقد قطعت بلادك شوطا طويلا وهي الآن من بين أغنى بلدان العالم، مصر بعيدة عن ذلك. الرئيس السيسي تابع وقال: ما لا يقل عن 1 مليون شاب وشابة في مصر يدخلون سوق العمل كل عام، فمن أين تأتي هذه الوظائف؟ لا يمكن خلق تلك الوظائف إلا إذا استقر الوضع الأمني، وإلا ستنتشر الفوضى كما هو الحال في دول أخرى في المنطقة. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، طبعا كلام يعني في منتهى الأهمية ومظبوط جدا من الرئيس السيسي. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو نسيت تعمل لايك واشتراك في القناة، ياريت تنزل تدعمنا تحت بالضغط على زرار الاشتراك الأحمر والضغط على زرار اللايك، وندخل في تفاصيل الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر وصور خطيرة لسد النهضة الإثيوبي تحرك مصر ببيان. في صور نشرت لسد النهضة الإثيوبي على الفيسبوك في مصر بعدما قال البعض إنها حديثة، وقام أشخاص على السوشيال ميديا في مصر بنشر الصورة للسد والحديث أن هذه الفتحات مخصصة لتوصيل المياه إلى مصر والسودان، مما يعني أنها ستصل بكميات محدودة جدا. النشطاء أكدوا إن هذين هما المنفذان السفليان اللذان تحدث عنهما وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلتشي بقيلي، ووضح أنه تم تصميم سد النهضة بطريقة لا تسبب أي نوع من الضرر لدول المصب، لافتا إلى أن المنفذين السفليين لديهما القدرة على إتمام سحب 50 مليار متر مكعب، وهو متوسط التدفق السنوي لنهر النيل. وبحسب الوزير الإثيوبي تبلغ سعة كل مخرج في السد 930 مترا مكعبا من المياه في الثانية، بسعة إجمالية تبلغ 1860 متر مكعب في الثانية، وأشار إلى أن ذلك يعني أن الاثنين يجتمعان معا لتصريف مجرى نهر النيل بالكامل في غضون عام. المصدر معنا كان من RT. طبعا هذا الكلام كذب وافتراء، لأن خبراء طلعوا وقالوا إن الفتحتين دول بيخرجوا من مجرى مياه نهر النيل 50 مليون متر مكعب فقط، وليس 50 مليار متر مكعب كما يقول وزير الري الإثيوبي. هذا الأمر طبعا يعني مفهوم من قبل خبراء، ولكن أنا أكذب هذا البيان الإثيوبي لأن هذا البيان يحمل مغالطات كثيرة جدا كما ذكرنا من قبل. ننتقل لخبر آخر، ومصر تحاسب إثيوبيا الآن بسبب سد النهضة، وتعليق مصري هام جدا. علق خبير المياه المصري نادر نور الدين على صورة سد النهضة المثيرة للجدل في مصر، والتي تشير إلى كمية المياه المتدفقة لمصر
والسودان. خبير المياه قال في حديث لصحيفة أرتي إن تعليق وزير المياه الإثيوبي غير صحيح، والفتحتان السفليتان لا تفيان أبدا باحتياجات مصر والسودان ولا تعطيان نفس تدفقات النيل الأزرق. وأوضح أن مجموع تدفق الفتحتين يبلغ 50 مليون متر مكعب يوميا، وبالتالي تكون تدفقاتهما الشهرية 1.5 مليار، ولشهرين 22 مليار متر مكعب خلال شهري الفيضان يوليو وأغسطس، لأن النيل الأزرق نهر موسمي يتدفق صيفا ويجف شتاء. وتابع وقال: أما لو حسبنا التدفقات السنوية للفتحتين بمعدل 50 مليون متر مكعب يوميا أي 1.5 مليار شهريا، فتكون التدفقات في 12 شهر أي في السنة لا تتجاوز 18 مليار متر مكعب سنويا، بينما متوسط تدفقات النيل الأزرق سنويا بدون فيضان تبلغ 49 مليار متر مكعب سنويا. وأضاف أن الوزير الإثيوبي يكذب ويراوغ ويزور في الحقائق، ده طبعا زي ما قلت لحضراتكم إنه يزور في الحقائق الثابتة ظنا أنه لا أحد يحسب وراءه ويحاسب. لذلك سبق لمصر والسودان التقدم بطلب رسمي للجانب الإثيوبي في المفاوضات عام 2014 بمضاعفة عدد هذه الفتحات وجعلها 4 فتحات حتى تعطي لمصر والسودان كمية معقولة من المياه أثناء السنوات العجاف للفيضان الشحيح للنيل الأزرق. ولكن إثيوبيا رفضت لأنها كانت تخطط لاحتجاز كمية كبيرة من المياه النيل الأزرق لحسابها وحرمان مصر والسودان من أكبر قدر من المياه. خبير المياه اللي اسمه عباس شراقي قال أنه يوجد في سد النهضة 13 توربينة، منها 7 في الجانب الشرقي و6 في الجانب الغربي، كما توجد بوابتان بدون توربينات لتصريف المياه في حالة توقف بعض بوابات التوربينات. جميع بوابات التوربينات تقع عند منسوب مرتفع 595 مترا عدا بوابتين عند منسوب 556 مترا للتشغيل الأول في أغسطس القادم. في حالة تكملة التخزين الثاني تقع بوابتا التصريف التي تم فتحها يوم 14 و17 إبريل الجاري عند منسوب 545 مترا ويصرفان يوميا حوالي 50 مليون متر مكعب. ووفقا لشراقي اضطرت إثيوبيا لفتحها من أجل تصريف المياه الزائدة والتي تمر أعلى الممر الأوسط لتكفيفه ثم تعليته 30 مترا ليصبح 100 مترا، وفي هذه الحالة يمكن للسد تخزين 18.5 مليار متر مكعب على مدار 40 يوما بدءا من يوليو القادم. وقال إنهم يعني لو سابوا الفتحتين دول مفتوحين أثناء الفيضان أو إغلاقهم هم مش هيأثروا على كمية الفيضان الهائلة بمتوسط من 600 ل900 مليون متر مكعب يوميا. وقال: سوف تعبر مياه الفيضان بعد التخزين الثاني الذي سوف ينتهي في منتصف أغسطس مرة ثانية من أعلى الممر الأوسط إلى السودان ومصر، ولكن في هذه الحالة من ارتفاع 100 متر وليس 70 مترا في السابق. يعني بعد الفيضان المية هتمر من فوق الممر الأوسط حتى بعد زيادة الممر الأوسط، ويعني تكملة بنائه ل 100 متر بدل 70. المصدر معانا كان من أورتي، هذا الكلام يعني صادر من مسؤولين مصريين، ولكن إن شاء الله هنرى التحركات المصرية لإنهاء ملف سد النهضة في العاجل القريب. ننتقل لخبر آخر معانا وعاجل: الرئيس السيسي يعد المصريين بمفاجأة. الرئيس السيسي قال إن فيه من يفضل بقاء الوضع في القاهرة على حاله، وأنه في ناس مصممة تفضل القاهرة كده ونقعد فيها وهي زحمة. الرئيس السيسي أشار خلال لقائه مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة إلى أن ما يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية أرخص وأكسب، وقال إن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة الجاري العمل بها مساحتها 40 ألف فدان من إجمالي مساحة تبلغ 175 ألف فدان. الرئيس السيسي أضاف وقال: لما هنيجي نفتتح العاصمة الإدارية هتشوفوا دولة تانية، ومش كلام، الموضوع مش مبنى، احنا بنعمل جوهر ومضمون. اللقاء كان فيه موضوعات مهمة على كافة الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، كما ناقش مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري،
والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وأكد أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر العظيم، بيأدوا واجبهم بكل إخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، والكلمة الأخيرة للرئيس السيسي قالها أن الجيش المصري ورجال القوات المسلحة يعني امتداد لجيل أكتوبر العظيم، وبيأدوا واجبهم بإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته. هذا الكلام يعني يطمني ويطمن حضراتكم، لأن أكيد أدام اتكلموا على عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية يبقى أكيد كانوا بيتكلموا على موضوع سد النهضة، وطبعا مفيش شك أنهم في هذا الاجتماع ناقشوا الموضوع ده بكل أهمية. وزي ما قلت وهقول تاني أن احنا كلنا ثقة في قيادة سياسية بأنها تنهي موضوع سد النهضة ده للأبد بإذن الله. ننتقل لخبر تاني، وعاوز حقي عمرو أديب ينفعل على الهواء ضد محمد رمضان ويهدد. الإعلام المصري عمرو أديب أعلن أن محاميه الخاص طارق جميل عزيز قدم للنيابة العامة 4 بلاغات ضد الفنان محمد رمضان. أديب قال في حلقته في برنامج الحكاية المذاع على MBC مصر: قدمت 4 بلاغات لأني أحسست أن في تعديا علي، وأنا لست من الشخصيات التي ترفع قضايا، ولكن كان هناك ضرورة أن أخذ حقي بالقانون. وقال: أنا أريد حقي بالقانون، وأي شيء يأمر به القانون والقضاء سأمتثل له. أنا لن أخذ حقي بقوة الذراع ولا بالاستهزاء، ولكن بالقانون، نحن في دولة قانون. وقال إلى أنه إذا تقاضى أي تعويضات سيتبرع بها لمستشفى أبو الريش للأطفال. وقال: أنا لا أريد نقودا، النقود لديه كثيرة، وهو يرميها في حوض السباحة. نحن أمام القاضي سواسية، ليس هناك نجم كبير ولا إعلامي كبير. المصدر معنا كان من صدى البلد. طبعا عمرو أديب حقه أنه قاضي محمد رمضان، عشان يعني محمد رمضان كما ذكرنا من قبل أنه استهزأ بعمرو أديب في بعض الفيديوهات التي نشرها على صفحات السوشيال ميديا بتاعته. ننتقل لخبر آخر، ولا زيادة في تعريفة النقل الجماعي والسيرفيس والتعامل بحسم مع أي مخالف. اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قال وأكد أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس بالمحافظات بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً وتثبيت سعر السولار. جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير محمود شعراوي على هامش جولته التفقدية بمحافظة الجيزة لمتابعة بعض المشروعات الجارية في إطار مبادرة حياة كريمة. وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسيرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالف أو محاولة سائقي السيرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا وعدم الإضرار بالمواطنين. كما طالب اللواء محمود شعراوي بضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السيرفيس والنقل الجماعي والمتضمن به خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارة بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير. ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين. المصدر معنا كان من الموجز. يعني بكل بساطة لا يحق لسائقي الميكروباصات والأوتوبيسات رفع سعر التعريفة على الركوب، وهذا الأمر لن تسمح به الحكومة. وجينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا اي اي بي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.